كرام من الموريتانيا نشرة الثامنة وعناوينها الليلة. الوزير الأول يستعرض أمام البرلمان محاور سياسة العامة للحكومة خلال العام 2016 وآفاق عملها المستقبل. الجمعية الوطنية تناقش سؤالا شرعيا حول ترسانة القانونية الخاصة بمكافحة التعذيب، ومجلس الشيوخ يجيز القانون المتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. بلادنا والسعودية توقعان في نواكشوط على اتفاقية للتعاون العسكري المشترك في مجال التدريب والتأهيل العسكرية وتبادل المعلومات والخبرات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استعرض الوزير الأول السيد يحيى والحدمين صباح اليوم خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسها النائب محمد البويليل حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016 وآفاق عملها المستقبلية. وأكد الوزير الأول أمام السادة النواب وبحضور عدد من أعضاء الحكومة أن عمل الحكومة ركز خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة المكتسبات بما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة. سعيد والحبيب حضر هذه الجلسة وعد التقرير التالي. جلسة علنية خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة وآفاق تنفيذ السياسة العامة لهذا العمل. رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد البويليل ترأس هذه الجلسة التي تولى الوزير الأول السيد يحيى الحدمين تقديم عرض مفصل حول أبرز ملامح إنجازات الحكومة وأهم خططها المستقبلية بحضور النواب وأعضاء من الحكومة. السيد يحيى الحدمين استهل تقريره بتحية الحضور قبل أن يحدد أبرز محاور العرض التي جاءت في ثلاثة خطوط عريضة، هي توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، بناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع، تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وفيما يتعلق بتوطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، قال الوزير الأول إن الدولة ركزت جهودها في هذا المجال على تعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة على كافة المستويات خدمة لاستقرار البلاد وتقدم المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطن والإدارة. ومن أجل ذلك يضيف السيد الوزير الأول فإن الدولة سهرت على مواجهة التحدي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، مشيرا إلى توفير الوسائل اللازمة لقواتنا المسلحة وقوات أمننا لتحقيق هذا الغرض. كما وفرت لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل اللازمة لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن مواطنينا وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها، وعززت جاهزيتها وقدرات تدخلها عبر اكتتاب الأفراد والتكوين والتدريب واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية. وعلى المستوى السياسي أكد الوزير الأول السيد يحيى الحدمين أن الحكومة عملت على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني والانفتاح الدائم على كل الأطراف. وفي هذا الإطار عقد العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2016. وبخصوص تحسين الحكامة في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية، أشار السيد الوزير الأول إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من طرف الحكومة في هذا المجال. مكنت السياسة الخارجية المتوازنة المنتهجة من تكثيف الحضور الفعال لبلادنا في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد يعتبر النجاح الباهر لبلادنا في تنظيم القمة 27 للدول الأعضاء في الجامعة العربية في نواكشوط في شهر يوليو 2016 دليلا ساطعا على المكانة الريادية التي أصبحت بلادنا تتمتع بها على المستوى الإقليمي والدولي. واطلعت دبلوماسيتنا بأدوار فاعلة
في حل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بتطوير منظومتنا الاقتصادية لجعلها منظومة تنافسية تحقق نموا يعود بالنفع على جميع المواطنين، قال السيد يحيى الحدامين إن الحكومة انتهجت سياسة صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تمكن من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. مكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي، حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1% سنة 2016. واستعرض السيد يحيى الحدامين جملة من المشاريع التي تم تنفيذها في مجالات الطاقة والزراعة والتنمية الحضرية والريفية، إضافة إلى قطاعات التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، مؤكدا استمرار العمل على سد الثغرات وتحسين مستوى هذه القطاعات في المستقبل المنظور. وحول المحور المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، قال الوزير الأول إن الحكومة سعت إلى تنمية رأس المال البشري من أجل الاستغلال الأمثل للفرص الناتجة عن ديناميكية النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ميادين عديدة كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والشباب والنساء والتشغيل. وخالص الوزير الأول السيد يحيى الحدامين في ختام عرضه أمام سادة النواب إلى أهمية قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بما رصده من زيادات غير مسبوقة للاستثمارات، داعيا الجميع إلى المؤازرة القوية للمكتسبات الثمينة وحمايتها ومواكبة التحولات الكبرى التي يعتبر البلد بصددها ضمانا لحاضر المواطن ومستقبل زاهر للأمة. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة تقرير الوزير الأول أمام البرلمان كاملا عند الساعة 10 من هذا المساء بحول الله. وعلى مستوى مجلس الشيوخ، قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولي الشيخ أمام المجلس نيابة عن الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016 وآفاق عملها المستقبلية. جرى تقديم الحصيلة خلال جلسة علنية للمجلس برئاسة نائب رئيسه السيد باع عبد الحاج وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. عقدت الجمعية الوطنية مساء أمس جلسة علنية لمناقشة سؤال شفهي قدمه النائب محمد غلام للحاج الشيخ لوزير العدل إبراهيم الددة. قد ناقش النواب النقاط الواردة في السؤال المذكور الذي يتعلق بالترسانة القانونية التي سنتها الحكومة والإجراءات المتصلة بها لمحاربة التعذيب. جلسة علنية جديدة على مستوى الجمعية الوطنية برئاسة نائب رئيس الجمعية الخليل ولي الطيب لمناقشة السؤال الشفهي الموجه من طرف النائب محمد غلام الحاج الشيخ لوزير العدل إبراهيم الدداه، ويتعلق السؤال المذكور بالقوانين التي أصدرتها الحكومة لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه. وأشار النائب في سؤال هذا إلى أنه وبعد اعتماد القوانين السالفة فإنه ما زال يلاحظ بشكل دائم ما يخالف مقتضيات هذين القانونين. وزير العدل إبراهيم الدداه وفي معرض رده على هذا السؤال قدم شرحا مفصلا لجميع القوانين التي اعتمدتها الحكومة لمناهضة التعذيب وتجريمه، مشيرا إلى أن الحكومة بالإضافة إلى ذلك قامت باعتماد آلية وطنية للوقاية من التعذيب ووفرت لها الظروف المواتية للقيام بمهامها على أكمل وجه. وأكد السيد الوزير أن السجون في البلد مفتوح أمام أعضاء هذه الآلية لإنجاح عملها في المستقبل. مداخلات النواب ثمنت الأهمية الأساسية لهذا السؤال الذي أتاح للرأي العام الاطلاع على جميع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمنع التعذيب داخل السجون، مطالبين بتوفير الظروف المناسبة لنزلاء السجون وإعطائهم الحقوق التي يمنحها القانون. كما طالب النواب بمواصلة هذه الجهود لإنجاح عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وزير العدل إبراهيم الدداه رد في ختام هذه الجلسة على جميع الملاحظات والأسئلة التي طرحها النواب، مؤكدا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار حفاظا على هذه المكاسب. وقال السيد الوزير إن الحكومة الموريتانية لن تقبل بممارسة التعذيب داخل السجون ووضعت الإجراءات القانونية الكفيلة بمنعه. واختتم هذه المداخلة بتقديم عرض بين الملفات والأحكام التي أصدرها القضاء الموريتاني خلال العام المنصرم.
صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم برئاسة السيد باع عبد الحاج نائب رئيس المجلس على مشروع القانون المتعلق بتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. كما خصصت لجنة المالية بالمجلس اجتماعين عقدتهما اليوم لمناقشة ميزانيتي كل من وزارة العدل ووزارة المياه والصرف الصحي في قانون المالية الأصلي لسنة 2017. احتضنت قاعة المداولات بمجلس الشيوخ جلسة علنية برئاسة نائب رئيس المجلس عضو المجلس الحاج عبد البا بغية نقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع دعم وتطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. السادة الشيوخ ناقشوا مختلف بنود المشروع معبرين عن ارتياحهم لتقديمه من طرف الحكومة إذ أنه يستهدف الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، متسائلين عن الجهة الوصية المكلفة بتنفيذه وهل قيم بتقييم مشاريع من هذا النوع. وزير الاقتصاد والمالية سيد المختار ولجاي رد على مختلف الأسئلة والاستشكالات التي تقدم بها السادة الشيوخ مؤكدا أن جهود الدولة المبذولة في السنوات الأخيرة مكنت من تراجع لافت لمؤشر الفقر الذي انتقل من 42 في سنة 2006 إلى 31 في سنة 2014. ومن أجل دفع تراجع هذه النسبة عبر الوزير أبرز الوزير أن الحكومة تبنت استراتيجيتين وطنيتين للفترة 2015 إلى 2019، إحداهما لتنمية المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والأخرى لتمويلات الصغيرة، حيث يتم تنفيذهما من خلال محاور متعددة تناسب الطلب. وأكد الوزير أن الملاحظات والاستشكالات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار. وفي نهاية هذه الجلسة العلنية صادق السادة الشيوخ على القانون المطروح للنقاش. وفي قاعة المرحوم الشيخ محمد السيدي علي عقدت لجنة المالية اجتماعا ترأسه عضو المجلس عمار سيلي سوماري خصص لدراسة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2017. وقد تابعت اللجنة عرضا قدمه وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولداد داه تطرق فيه إلى مختلف بنود الميزانية الخاصة بالقطاع لسنة 2017. كما اجتمعت نفس اللجنة برئاسة رئيسها عضو المجلس الشيخ عمار سيلي سوماري وذلك لدراسة مشروع ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي لسنة 2017. وفي الإطار ذاته قدم وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله الوداعة عرضا تناول فيه مختلف بنود مشروع ميزانية القطاع للعام 2017 الجاري. وقع وزير الدفاع الوطني ومساعد وزير الدفاع السعودي الذي أدى اليوم زيارة لبلادنا على اتفاقية للتعاون العسكري المشترك تتضمن عفوا مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات والخبرات. جرى حفل التوقيع بحضور قائد الأركان العامة للجيوش المساعد والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والسفير السعودي المعتمد لدى بلادنا وعدد من كبار الضباط بوزارة الدفاع الوطني. شملت بنود هذه الاتفاقية مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات الأمنية والمساندة الإمدادية وتبادل الزيارات والخبرات بالإضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية. يعتبر توقيعنا على اتفاقة تعاون بين المملكة العربية السعودية الشقيق وجمهورية الإسلامية الموريتانية تجسيدا لمدى حسن العلاقات بين بلدين الشقيقين، خاصة العلاقات العسكرية. إن الشعب الموريتاني لا يثمن عاليا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل حماية المقدسات الإسلامية التي تعتبر بها كل المسلمين. كما أؤكد لكم بأن موريتانيا شعبا وحكوما على استعداد تام
لدى حامكم في سبيل تحقيق ذلك الواجب. كما أنها تؤسس لعهد جديد من التعاون العسكري وتطوير وتنمية الكفاءات والخبرات العسكرية للبلدين. وبدورها أوضح مساعد وزير الدفاع السعودي معالي السيد محمد بن عبد الله العايش أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل منطلقا لدفع التعاون المشترك السعودي الموريتاني إلى آفاق أرحب. توقيع هذه الاتفاقية التعاون العسكري هي استمرار للعلاقة العسكرية وجزء من العلاقة الكاملة القوية بين بلدينا، ولكنها تضع الحدود لمجالات التعاون العسكري سواء من ناحية التدريب أو من ناحية التعاون تبادل الخبرات. وهذا الاتفاق سيكون منطلق لتعاون أكبر. وكان في وداع المسؤول العربي السعودي كما كان في استقباله بمطار نواكشوط الدولي من التونسي وزير الدفاع الوطني السيد بامودو باتشا الفريق حنان والسيدي قائد الأركان العامة للجيوش المساعد والسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى بلادنا سعة السيد هزاع بن زين المطيري. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أعمال ورشة وطنية حول حصيلة وتقاسم الدراسة المتعلقة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية منظمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتسعى هذه الورشة إلى دعم الصحة والسلامة المهنية وتعزيز قدرة العمال والحد من آثار المخاطر المهنية. تعزيزا لنظم الصحة والسلامة المهنية وصيانة لحقوق العمال ودعما لقدراتهم، تأتي هذه الورشة المنظمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول حصيلة وتقاسم الدراسة المتعلقة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية، وذلك لفائدة الشركاء الاجتماعيين والنقابات العمالية المهنية والأطباء. وتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة وتحليل قائمة الأمراض المهنية في ضوء التطورات والتغيرات التي حصلت على عوامل الإنتاج في البلد وعلى مخرجاته. يندرج هذا العمل في إطار تعزيز قدرات القطاع وشركائه لتنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وقد شكل إعداد هذه اللائحة هدفاً طموحاً للقطاع من أجل تحقيقه، ثم تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص إضافة إلى اكتتاب خبير في المجال. وستكون نتائج أعمال تلك اللجنة والخبير موضوعا لمداخلاتكم خلال هذه الورشة لإثرائها بالنقاش والمقترحات. المشاركون في الورشة تابعوا عروضا حول المخاطر المهنية والدراسة المتعلقة بمراجعة قائمة الأمراض المهنية والتي تم تقييمها واعتمادها من طرف لجنة فنية تتكون من وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعاصمة الإدارة ووزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سبيلا إلى إصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بإلزامية وكيفية اعتماد اللائحة الجديدة للأمراض المهنية. مشاهدينا نشرتنا متواصلة بعد النشرة الاقتصادية مع بتة من تلي دالي. تحية لكل مشاهدي قناة الموريتانية وشكرا للغالية من تعمرشي. نبدأ أخبار الاقتصاد بأهم أسعار العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. اتخذت الصين إجراءات جديدة في أسواقها المالية لدعم عملتها المتعثرة لليوم الثاني، مما يشير إلى تكهنات بأنها ترغب في إحكام قبضتها على العملة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وساعدت هذه الإجراءات اليوان الصيني على الارتفاع بنسبة 0.1% رغم صعود مؤشر الدولار الأمريكي. في غضون ذلك تشتد مخاوف المستثمرين بشأن اليوان قبل تنصيب ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السلع الصينية.
أكدت الحكومة اليابانية أن الاقتصاد سيظل على رأس أولوياتها هذا العام، وقال الخبراء اليابانيون بمناسبة العام الجديد إن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى للاقتصاد، وستواصل الاعتماد على السياسة النقدية والسياسة المالية واستراتيجية النمو للتغلب على انكماش الأسعار. سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بداية العام الجديد ارتفاعا بنسبة 0.4%، وقالت مجموعة AHS Market إن مؤشر مدير المشتريات لقطاع الصناعة والخدمات في منطقة اليورو ارتفع إلى 54.4 نقطة. وقال الخبراء الاقتصاديون بالمجموعة إن الاقتصاد الأوروبي سيبقى على وتيرة توسع منتعش. مشاهدينا الكرام، فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شكرا لكم مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت، نعود بكم إلى القالية. شكرا لك بتة. مشاهدينا دوليا في هذه النشرة، ما تزال المواجهات دائرة بين مدينة الموصل بين الجيش العراقي وفصائل تنظيم داعش، وقد قتل اليوم 7 جنود في هجوم انتحاري استهدف قوة الجيش العراقي المتمركزة بحي الميثاق جنوب شرقي الموصل. قتل من الجنود العراقيين خلال هجوم انتحاري بحي الميثاق شرقي الموصل في معارك متواصلة منذ فترة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش. مصادر إخبارية تتحدث عن تقدم تحرسه القوات العراقية، لكنها تراهن على أن يكون بطيئا وحذرا تجنبا لوقوع كمائن قد يكون تنظيم داعش نصبها لإيقاع أكبر خسائر في صفوف القوات العراقية، خصوصا في مناطق تغلغل التنظيم. الجيش العراقي أكد أنه تمكن من استعادة حي الانتصار والوصول إلى حي الميثاق، إضافة إلى استعادة الحي الصناعي جنوبي الموصل، لكنه يؤكد على أهمية القتال المستمر حتى يتم القضاء نهائيا على تنظيم داعش وطرده خارج البلاد. ويقول مسؤولون إن الأمر قد يستغرق أشهرا قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة تماما على الموصل، حيث لا يزال يعيش مئات الآلاف، بعضهم يرغمه الجهاديون على البقاء، في حين يبقى آخرون خوفا من فقدان ممتلكاتهم أو بسبب ظروف الشتاء القاسية في مخيمات نازحين، وأن طرق الهروب ليست آمنة بشكل كافي. إنسانيا، أعلنت الأمم المتحدة أن 13,000 شخص نزحوا من مدينة الموصل شمال البلاد خلال 5 أيام بسبب اشتداد المعارك الدائرة في المدينة بين القوات النظامية وميليشيات تنظيم داعش. مشاهدينا، بعد الفاصل جديد الملاعب مع وردة من تبة. شكرا للغالي عمر شاهين، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل النشر الرياضي. يواصل المنتخب الوطني الاول لكره القدم المرابطون لليوم الثاني على التوالي لمعسكره التدريبي بمركز مصطفى تشاكر في مدينه البليده بالجزائر، وذلك تحت قياده المدرب الفرنسي كورانتي مارتيز. ويدخل المعسكر المذكور ضمن استعدادات منتخب الوطني للمشاركه في الاستحقاقات الرياضيه القادمه، خاصة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون التي ستنطلق شهر مارس المقبل. المعسكر التدريبي ستتخلله مواجهتين أمام المنتخب الجزائري يومي 7 و10 من الشهر الجاري. وقد شهدت حصة اليوم التدريبية مشاركة 24 لاعبا أغلبهم من العناصر المحلية بالإضافة إلى بعض المحترفين. كما عرفت تركيز الناخب الفرنسي على الجانب البدني من خلال اختبار مستوى الجاهزية واللياقة لدى اللاعبين.
المواجهة الودية الأولى ستقام يوم السبت المقبل بملعب مصطفى تشاكير ابتداء من الساعة 4 بتوقيت غرينتش، في حين تقام المقابلة الودية الثانية بعدها بثلاثة أيام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى. انطلقت أمس بملعب المرحوم شيخاوي البيجية في العاصمة منافسات البطولة الوطنية لأندية الدرجة الثانية على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية، ذلك بمشاركة 12 فريقا. المباراة الافتتاحية عرفت فوز فريق اف سي تيارت على حساب فريق ترجي دار النعيم، وذلك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. تقرير حول انطلاق هذه البطولة مع زميل عبدو الحميسان. 12 ناديا موزعة على مجموعتين ستتنافس على تمثيل ولاية نواكشوط الشمالية ضمن المراحل النهائية لمنافسات البطولة الوطنية لكرة القدم، وذلك على مستوى أندية القسم الثاني. البطولة المنظمة بولاية نواكشوط الشمالية تضم في مجموعتها الأولى فرق اسبرانس دار النعيم، الرابطة الثقافية والرياضية لدار النعيم، دلتا صلاح الدين، اف سي تيارت، ونجوم عين الطلح. أما مجموعتها الثانية فتضم فرق نصر دار النعيم، شباب الوطن، جمعية شباب تنس ويلم، الوحدة، دار البركة، ونادي العالم. هذه العصبة الشمالية وافتتاح بطولتها اليوم، مشاركة فيها 12 فريق ومعدلينهم قسمين، دول يلعبوا في الدرجه الثانيه هم اللي يلعبوا في الدرجه الاولى باسكو هم يركروتوا لا من الى دونك لابد ان من لا فورماسيون دابور لا ينعدلوا تكوين للمدربين للزاربيت متباركين مع لا ينعدلوا شامبيونا كادي ولا ينعدلوا لغراس روت كامل برنامجنا. البطولة التي تدوم مواجهة دورها الأول لثلاثة أيام ستفرز متصدرين لكلتا المجموعتين المتنافستين ضمن مراحلها الأولى، على أن يلعب المتصدران ضمن بطولة مسقرة يتوج الفائز منها بطلا لدوري الولايات الشمالية، حاجزا بذلك مكانه بين فرق البلاي أوف، فيما سيواجه الوصيف أحدها أصحاب المراكز الثانية عن ولايتي نواكشوط الجنوبية ونواكشوط الغربية ضمن الصراع على اختطاف بطاقة واحدة. تعرفوا على أن الشباب والرياضة التكفل بها والعناية بها تدخل في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والنظام الحالي، والشيء اللي تبناته أيضا بلدية جنين مبكرا وقامت بإنشاء فريق رياضي وفق بحمد الله لتبوء مكانته في دوري الدرجة الأولى دوري الممتاز. رياضة الاهتمام بها عاد صناعة والاهتمام بها عاد استثمار. في الأدوار القادمة لهذه البطولة سيتم التعرف على الفرق الأربعة المتأهلة عن منطقة نواكشوط التي ستنضاف إلى الفرق الاثنتي عشرة المتأهلة عن الولايات الداخلية للبلاد، والتي سيتم توزيعها إلى 4 مجموعات، سيتأهل فريق واحد من كل مجموعة منها إلى المربع الذهبي الذي سيلعب بنظام خروج المغلوب، في حين يتأهل الفائزان إلى الدور النهائي لدور الدرجة الثانية بعد أن يضمن تواجدهما في دوري الأضواء للموسم المقبل، وذلك بغض النظر عن هوية البطل منهما أو الوصيف. أشرف اليوم طاقم تحكيمي موريتاني على إدارة المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين التونسي والأوغندي في العاصمة التونسية تونس ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. الطاقم التحكيمي الموريتاني قاده الحكم الدولي جالو إسماعيل، وكان في مساعدته كل من الشيخ بان وبوبكار سار. ويمتاز الحكام الموريتانيون المشاركون في هذه المباراة الودية الدولية بمستوى وتجربة تحكيمية جيدة، خاصة بالنسبة للحكم الشاب بوبكار سار الذي تألق مؤخرا في العديد من المباريات الدولية التي أشرف عليها إدارة تحكيمها، وهو ابن الحكم الدولي الموريتاني المعتزل إدريس الذي حكم في نهائيات أمم إفريقيا 1988 بالمغرب. المباراة شهدت فوز المنتخب التونسي بثنائية من الأهداف دون رد على ضيفه منتخب أوغندا.
تميزت المواجهة التي جمعت بين فريق اف سي نواليبو وفريق اكاديمية شباب الرياض بالملعب الاولمبي في ختام اخر جولات مرحلة ذهاب الدوري بفوز عريض قوامه 5 أهداف مقابل 3 لصالح فريق العاصمة الاقتصادية نواليبو، وهي اكبر نتيجة تشهد هذه الجولة اهداف استحقت ان تكون لقطتنا لهذه النشرة.